السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا سنة ستة، أخباركم ايه؟ النهاردة بإذن الله هنتكلم مع بعض عن الدرس الرابع من الوحدة الأولى في الجغرافيا، ألا وهو تنمية البيئة الصحراوية. يلا بينا نشوف. بيقول لي يا شباب إن البيئة الصحراوية بتواجه العديد من المشكلات، كمان إن الدولة ليها جهود لحل تلك المشكلات. هنبدأ نتكلم الآن عن أهم المشكلات البيئية التي تواجه البيئة الصحراوية، وبعدين هنتكلم بإذن الله عن جهود الدولة لحل تلك المشكلات. طيب، أنا عندي المشكلة الأولى ندرة الماء، المشكلة الثانية حركة الرمال، المشكلة الثالثة ألا وهي السيول، المشكلة الرابعة تملح التربة. جميل. رقم واحد ندرة الماء. بما تفسر ندرة الماء في البيئة الصحراوية؟ تقول لي حيث تندر الأمطار في المناطق الصحراوية. رقم اتنين انخفاض منسوب المياه في الآبار. يبقى ندرة الأمطار في المناطق الصحراوية وانخفاض منسوب المياه في الآبار. طيب، لما أقول لك ما النتائج المترتبة على ندرة الأمطار في المناطق الصحراوية؟ ها؟ طالب شاطر فاكر من الدرس الأول بيقول لي يا مس أماني حيث يزود الجفاف والفقر الشديد في النبات وندرة الحيوان. أقول لك ممتاز. يبقى ندرة الأمطار في المناطق الصحراوية بيؤثر سلبا على النباتات، حيث تؤدي قلة المياه إلى إيه؟ إلى قلة النبات وقلة المراعي الطبيعي. قلة النبات وقلة المراعي الطبيعي، يعني لما أقول لك بما تفسر قلة النبات وقلة المراعي الطبيعية في البيئة الصحراوية، تقول لي نظرا لندرة الأمطار في المناطق الصحراوية. جميل. طيب، رقم اتنين عندي انخفاض منسوب المياه فين؟ ها؟ في الآبار. طيب ايه السبب؟ بما تفسر بسبب الإسراف في استخدام الماء خاصة في الزراعة. الإسراف في استخدام الماء خاصة في الزراعة. طيب، لو أنا عكستها ما النتائج المترتبة على الإسراف في استخدام الماء خاصة في الزراعة؟ إيه النتيجة؟ ها؟ تقول لي انخفاض منسوب المياه في الآبار. تمام؟ طيب، تاني مشكلة عندي هي حركة إيه؟ حركة الرمال. بيقول لي تتسبب الرياح في تحريك الرمال، يعني الرياح هي اللي بتتسبب في إيه؟ في تحريك الرمال. طيب ايه النتيجة المترتبة على كده؟ ما النتائج المترتبة على حركة الرمال؟ ها؟ رقم واحد اتلاف الحقول الزراعية. رقم اتنين تعطيل حركة النقل. طيب ليه؟ بما تفسر تعطيل حركة النقل؟ تقولي بسبب تراكم الرمال على الطرق نتيجة الرياح التي تتسبب في تحريك الايه؟ الرمال. يبقى ما اقولك بما تفسر تعطيل حركة النقل، تقولي بسبب تراكم الرمال على الطرق نتيجة الرياح التي تتسبب في تحريك الايه؟ الرمال. رقم ثلاثة ردم الآبار وزيادة التصحر. نتيجة من نتائج حركة الرمال ايه؟ ردم الآبار وزيادة التصحر. طيب، يعني ايه تصحر يا شباب؟ ويعني ايه اصلا حركة الرمال؟ حركة الرمال هي وجود كميات كبيرة من الرمال المفككة تقوم الرياح بإيه؟ بتحريكها، لأن احنا عارفين ان الرياح هي اللي بتتسبب في تحريك الإيه؟ ها؟ الرمال. تمام؟ طيب، يبقى وجود كميات كبيرة من الرمال المفككة تقوم الرياح بتحريكها من مكان إلى آخر، وأحيانا نحو الأراضي الزراعية، مما يفسد التربة، لان احنا عارفين ان نتيجة من نتائج حركة الرمال ايه؟ ها؟ اتلاف الحقول الزراعي وافساد التربة. يبقى اكتب ما تشير اليه العبارة الاتية: كميات كبيرة من الرمال المفككة تقوم الرياح بتحريكها من مكان لاخر، واحيانا نحو الاراضي الزراعية، مما يفسد التربة. تقول لي حركة الرمال. جميل. طيب، يعني ايه تصحر؟ التصحر يا شباب هو تدهور التربة الزراعية وانخفاض قدرتها الإنتاجية. تدهور التربة الزراعية وانخفاض قدرتها الإنتاجية. اكتب ما تشير إليه العبارة الآتية:
تدهور التربة الزراعية وانخفاض قدرتها على الإنتاج؟ تقولي التصحر. تمام؟ طيب تالت مشكلة عندي هتكون إيه؟ السيول. تمام؟ ما النتائج المترتبة على حدوث السيول في البيئة الصحراوية؟ رقم 1 تدمير الحقول الزراعية، رقم 2 تدمير المباني والطرق مما يؤدي أيضا إلى تعطيل حركة النقل. دي السيول نتيجتها إيه؟ إن هي بتدمر لي الحقول الزراعية. رقم 2 تدمير المباني والطرق مما يؤدي إلى تعطيل حركة النقل. يبقى تاني بما تفسر تعطيل حركة النقل في البيئة الصحراوية؟ ها احنا أخدنا رقم 1 إيه؟ برافو طالبة مركزة معايا، قالت لي بسبب حركة الرمال يا مس أماني التي تسببها الإيه؟ الرياح. الرياح بتتسبب في حركة الرمال وتراكم الرمال على الطرق، ده بيعطل لي حركة النقل. رقم 2 نتيجة لحدوث السيول التي تؤدي إلى تدمير المباني والطرق مما يؤدي أيضا إلى تعطيل حركة إيه؟ النقل. تمام؟ المشكلة الرابعة عندي هي تملح التربة. تملح التربة هو تراكم الأملاح على سطح التربة وداخل مسامها. تملح التربة هو تراكم الأملاح على سطح التربة وداخل مسامها. طيب ليه؟ بما تفسر حدوث مشكلة تملح التربة أو بما تفسر تراكم الأملاح على سطح التربة وداخل مسامها؟ ها ليه؟ بسبب تبخر المياه وترسب الملح على سطح التربة. بسبب تبخر المياه وترسب الملح على سطح التربة مما يؤدي إلى تدهورها. يبقى تملح التربة نتيجته تدهور التربة. طيب سببه إيه؟ سبب تبخر المياه وترسب الملح على سطح التربة. يبقى لو قلت لك ما النتائج المترتبة على تبخر المياه وترسب الملح على سطح التربة؟ تقول لي النتيجة هي تملح التربة وتدهورها. تملح التربة وإيه؟ ها؟ برافو، وتدهورها. جميل. إيه هي بقى يا شباب جهود الدولة لتنمية البيئة الصحراوية والحل المشكلات اللي احنا قلناها دي؟ رقم 1 الاهتمام بمشروعات استصلاح الأراضي في البيئة الصحراوية. الاهتمام بمشروعات إيه؟ استصلاح الأراضي في البيئة الصحراوية. رقم 2 حفر آبار عميقة في مناطق الاستصلاح الزراعي. يبقى رقم 1 الاهتمام بمشروعات استصلاح الأراضي في البيئة الصحراوية، رقم 2 حفر آبار عميقة في مناطق إيه؟ ها؟ في مناطق الاستصلاح، مناطق الاستصلاح الزراعي. طيب أنا بحفر آبار عميقة ليه؟ طالب ممتاز قال لي للحصول على المياه الجوفية. يبقى حفر الآبار العميقة في مناطق الاستصلاح الزراعي للحصول على المياه الجوفية. جميل. طيب زي ايه بقى؟ زي مشروع شرق العوينات. يجي لي على الخريطة كده يقول لي مشروع نقط، ابقى انا عارف مكان مشروع ايه؟ شرق العوينات. مشروع شرق العوينات لازم نحدد موقعه على الخريطة. جميل. رقم 3 يا شباب انشاء شبكة من الطرق. طيب ليه؟ بما تفسر لتسهيل حركة التجارة، رقم 2 ونقل الركاب لربط الصحراء بالوادي والدلتا. يبقى بما تفسر انشاء شبكة من الطرق؟ تقول لي لتسهيل حركة التجارة ونقل الركاب لربط الصحراء بإيه؟ بالوادي والدلتا. جميل. رقم 4 استزراع الكثبان الرملية جنوب واحد سيوة وفي مناطق كثيرة من الصحاري. طيب يعني ايه يا مس أماني استزراع كثبان رملية؟ استزراع الكثبان الرملية يا شباب هو مشروع يقوم على زراعة النباتات وريها بالتنقيط. مشروع يقوم على زراعة النباتات وريها بإيه؟ برافو، بالتنقيط. طيب ده هيؤدي إلى إيه؟ هيؤدي إلى تثبيت الرمال. تمام؟
يبقى استزراع الكثبان الرملية هو مشروع يقوم على زراعة النباتات وريها بالتنقيط. طب لما هنزرع ونروي ده هيؤدي إلى إيه؟ هيؤدي إلى تثبيت الرمال. يبقى لما أجي أقولك بما تفسر استزراع الكثبان الرملية جنوب واحد سيوة، تقول لي إيه؟ لتثبيت الرمال ومراقبة حركتها على الطرق. استزرعنا الكثبان الرملية جنوب واحد سيوة ليه؟ لتثبيت الرمال ومراقبة حركتها على الإيه؟ على الطرق. رقم خمسة، إنشاء سدود على الأودية. قامت الدولة بإنشاء سدود على الأودية. الأودية هي التي تتعرض للسيول. طيب يبقى الدولة أنشأت سدود على الأودية التي تتعرض للسيول على أسس علمية. ليه؟ بما تفسر. هي إيه أهمية السدود أصلا؟ طبعا كلنا عارفين، لحجز المياه وتخزينها والاستفادة منها بدلا من إهدارها. يبقى الحجز المياه والاستفادة منها بدلا من إيه؟ من إهدارها. طيب إنشاء سدود على الأودية التي تتعرض للسيول زي سد إيه على وادي إيه؟ ها؟ مثل سد الروافع على وادي العريش. مثل سد الروافع على وادي العريش. يبقى لما أجي أسألك أقولك بما تفسر إنشاء سد الروافع على وادي العريش، تقول لي إيه؟ ها؟ نفس الإجابة، لحجز المياه والاستفادة منها بدلا من إهدارها. ممتازين. رقم ستة في جهود الدولة هي الاهتمام بالمحميات الطبيعية. زي إيه المحميات الطبيعية دي؟ مثل محمية جزر سلوجة وغزال في أسوان، ومحمية وادي الريان في الفيوم. وجري نعرف مناطق الإيه؟ المحميات الطبيعية على الخريطة، لأنها بتجيلي في الامتحان. أنا عندي هنا محمية الزرانيق، ودي موجودة شمال سيناء، وعندي محمية سانت كاترين، ومحمية الغابة المتحجرة، محمية البرولوس، عندي محمية وادي الريان في الفيوم، تمام، وعندي محمية سيوة، وعندي محمية الصحراء البيضاء موجودة في واحة الفرافرة الصحراء الغربية، وعندي محمية سلوجة وغزال، دي موجودة فين؟ موجودة في أسوان، وعندي محمية وادي العلاقي شرق بحيرة ناصر، وعندي كمان محمية جبل علبة. أماكن المحميات تذكر على الخريطة يا شباب، تمام؟ طيب يعني إيه مس أماني أصلا محمية طبيعية؟ المحمية الطبيعية هي مساحة محدودة من الأرض أو المياه أو بعض المناطق الساحلية. بتتميز بإيه المساحة دي؟ تتميز بوجود كائنات حية لها قيمة ثقافية تقوم الدولة بحمايتها. طيب الكائنات الحية دي زي إيه؟ زي الطيور والحيوانات والنباتات. يبقى اكتب ما تشير إليه العبارة الآتية: مساحة محدودة من الأرض أو المياه أو بعض المناطق الساحلية بتتميز بوجود كائنات حية مثل طيور، حيوانات، نباتات، تمام؟ الكائنات الحية دي بيكون ليها قيمة ثقافية بتقوم الدولة بإيه؟ بحمايتها. شكرا جزيلا يا سنة ستة، الدرس جميل وسهل، بتمنى عليكم ان انتوا تذاكروا كويس جدا وتحلوا أسئلتم. موفقين ان شاء الله. السلام عليكم.